أقيمت في كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك في إربد صلاة يا رب القوات، والتي تقام يومياً في ذات الكنيسة طوال زمن الصوم الأربعين المقدس. وقد ترأس الصلاة قدس الأب غالب بواب بمصاحبة جوقة الكورال، التي قدمت أداءً رائعاً بترانيم إيمانية وألحان شجية وسط حضور عدد من المؤمنين. وتضمنت هذه الصلاة بطقوسها المختلفة ترانيم خشوعية ترتل في زمن الصوم المقدس، إذ هي دعوة لوجوب فحص ذواتنا بصورة مجردة وموضوعية بقول يا رب القوات كن معنا، فليس لنا في الأحزان معين سواك. وهو نداء موجه إلينا لنتحرر من قيود حياتنا اليومية بقلوب تائبة ونيات خالصة لنيل رحمة الرب.